بداية، كيف تقرأ المشهد والمجريات وأبرز التطورات الحاصلة اليوم في العراق في ظل عودة واستمرار بل حتى يعني بدون توقف عمليات الاغتيال التي أصبحت يعني بآخر 3 أيام 4 أيام أكثر من 3 نشطاء تم اغتيالهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. أرى أن مسلسل العنف المنظم من خلال اتباع الأساليب الأمنية القسرية، منها الاعتقالات، منها الاختطاف، منها القتل المنظم، هذه كلها أدوات وأساليب اتبعتها حكومة بغداد بداية من أول أيام الثورة تشرين المباركة. نعم، هذا الأسلوب لا يخيف المنتفضين وسوف لا يخيف القائمين على الانتفاضة والناشطين فيها، بل الداعمين لها والمؤثرين فيها، بل هي ستزيد من حمية المنتفضين. ونرى اليوم كيف كان عملية التشييع إلى الشاعر رحمة الله عليه علي اللامي، وهو أحد الأشخاص الداعمين كان لهذه الثورة والمشاركين فيها بفعالية، كيف كان الالتفاف الشعبي والجماهيري، وكيف كان التشييع والتظاهرة بحد ذاتها. هذا الأسلوب الذي تتبعه هذه الحكومات أو هذه الأساليب التي تقوم بها بعض الأدوات والوكلاء الميليشياوية الولائية التي أخافها وأفزعها استمرار هذه الانتفاضة واستمرار هذا المد الجماهيري الذي يتعارض ومع الدور الذي تريد أن تحافظ عليه حكومة بغداد ومن وراءها ومن يدعمها في اتباع الأساليب التي من شأنها أن تساعد على وعد الانتفاضة، وهم واهمون بذلك. فلقد اتفق الشعب العراقي على أن الموت والحياة أصبح خطان متوازيان أمام تحقيق المطالب. أنا أرى أن هذه الأساليب سوف لا تنفع، سوف لا تجدي، بل على العكس هي زادت من حماسة المنتفضين. هذا الأسلوب القمعي وهذه الإجراءات التي تتم من خلالها عملية الاختطاف والاغتيالات، نعم، سوف لا تكون لديها أثرا بقدر ما ستعمل على دعم وإسناد الانتفاضة.